الشواقة، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. برامج رمضان كيجيونا على علاقه صراحه، كي الهيو الناس بشي حوايج اللي تافهه. انسان خصو يستافد من شي حاجه اللي مزيانه، اما البرامج شي كاميرا خفيه لا لا دير بنادم ضحكه، هما ضحكه ودايرين عباد الله ضحكه. برامج ديال رمضان اخويا كاين فرق كبير بين البرامج ديالنا وديال المصريين اللبنانيين، كاين فرق كبير بزاف. يعني حنا باقي عندنا التخلف في السينما المغربيه، بزاف البرامج خاصهم مازال المونتاج يتخدم وشحال من حاجه. كاين ضعف ماشي في الممثلين، ضعف في وزاره الثقافه هي اللي ما كتساعدش. وانا شي شويه وعوا الناس شويه، فهمتيني، كلشي برامج في مستوى المشاهدين حتى ولا تفرجوا باش تعجبهم. لا كان كاميرا خلفيه وكاين لا علاقه ما كنقول كيولي كيضحكوا على بنادم بصح لاقى الشاب دمدومه. حنا راه عندنا نجوم كيمثلوا في هوليود، ولكن في المغرب الله اعلم لا وزاره الثقافه ما باغاش تساعد بالعربي. اما البرامج عندنا اللي جاو تساعد من وزاره الثقافه والدعم وكذا، وهادي غتشوف برامج زوينه. برامج رمضان ديال التلفزه الوطنيه اخويا صارح كما كل عام كما ولفنا نشوفوا ان دون مستوى للاسف، دائما نفس الرتابه في اداء، ملال، شي حاجه ما تضحك، نفس السيناريو كنشوفوه كل سنه. إلا كان ممكن يديروا لنا شي حاجه اللي حنا نستافدوا منها ونستافد منها بنادم. انسان رمضان حاشا رمضان مبارك، بغينا نستافد من الدين شويه، الدعاء شويه، هذه احسن حاجه بحقها، فهمتي، رفعوها الناس عاد يمكن من بعد الكوميديا. لا لا والله العظيم بالله هذاك سميتو كاميرا خفيه اصلا هي ناقصه ديما، يعني كيجيبوا شي حاجه زايده، يعني ديما كي الشعب بشي حاجه اللي ما كيستافدش منها، ناقصين بزاف. كل عام وشي غاديين وشي ناقص. برامج رمضان ولكن لا علاقة، ما كنتفرجش فيهم كاع، علاقين الشعب دمدومة، فهمتيني، خاصهم يديروا شي برامج تكون دينية تكون زوينة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.